سلام عليكم. موضة أجهزة الألترا مستمرة باندفاعها بين الشركات، وبعد شاومي وسامسونج وغيرهم أخيرا ريلمي قررت أن تلحق بهذه الموجة وتدخل الباب من أوسعه، لكن بطريقة غريبة وغريبة جدا. الريلمي اكس 7 برو ألترا هو الجهاز المنشود، اختيارات غريبة وما أعرف هل تستحق الألترا لو لا. مرحبا، أنا حسن من قناة تك تايم، وأهلا بكم في فيديو اليوم عن أول ريلمي ألترا. بلو يعني انتوا هسه اكيد تتوقعون قفزات مخيفة في كل الجوانب، على الاقل مقارنة بالريلمي اكس 7 برو اللي بصراحة واحد من اقوى وافضل الاجهزة بالفئة المتوسطة، لكن ريلمي ابقى تحصلي للسوق الصيني. اما هنا بالالترا ريلمي الوضع يفرق، اسمع انت وقرر. الاكس 7 برو الترا يجي بشاشة منحنية اولد لكن ب 90 هرتز بدل 120 هرتز الموجودة بالجيل الاكس العادي. ايضا الشاشة تكون بنفس المقاس 6.55 انج. افكوا من الشاشة وتعالوا للكاميرات. الالترا يجي بثلاث كاميرات بدل اربعة بالاكس 7 برو العادي، وهي كالاتي: 64 ميجا بكسل اساسية، 8 ميجا بايت الترا وايد، وعدسة بقوة 2 ميجا بكسل للماكرو. اللي تغيرت او انشالت بالالترا هي متحسس العمر، لكن باقي المواصفات لطيف جدا وممتاز، خصوصا السعر. بس قبل ما اقولكم لايك الترا وسريع من ايدكم واشتراك اذا ما مشتركين، ونشكركم مقدما على دعمكم هذا. ارجع للسعر، الاكس 7 برو انطلق بالصين بسعر 365 دولار لنسخة 828، ونسخة 12256 سعرها راح يكون 415 دولار. هنا بدنا نتكلم على النسخة الالترا، بس من اقول لك انه الجهاز محير فهو محير. معالجه هو الدايمنسيتي 1000 بلس من ميديا تك، هذا اداء يتراوح ما بين السناب دراجون 855 وال 865، اقوى من هذا واقل من هذا. اداء يعتبر قوي جدا، لكن في 2021 لجهاز الترا انا اعتبره محير ومحير جدا كاختيار. فوارق بالتصميم بسيطة جدا عن الاكس 7 برو العادي، بموقع شعار الديرتوليب على ظهر الجهاز اللي صار بالالترا اصغر ويصير تحت بيت الكاميرات. الجهاز ايضا صار انحف واخف رغم المصنعية الزجاجية، سماكته هي 7.55 ملم ووزنه 170 غرام فقط، رغم انه بطاريته ممتازة سعتها 4500 ملي امبير ويدعم شحن سلكي خارق بقدرة 65 واط بنظام ريلمي الاحدث السوبر دار تشارج اللي ينطيك فل شحن خلال اقل من 35 دقيقة. ايضا عندك نظام صوتي من سماعتين ستيريو سبيكر محيطية بالريلمي 7 الترا، وعندك NFC وبلوتوث 5.1، لكن مدخل سماعات 3.5 ملم ما موجود. البصمة ضوئية تحت الشاشة موجودة كنظام حماية بايومتري للريلمي الترا. اخر فوارق ويجوز الاهم ما بين الاكس 7 برو والبرو الترا هو نظام التشغيل. الالترا اجى بالاندرويد 11 وواجهة ريلمي بجيلها الاحدث 2.0، بينما البرو لا زال عالق بالاندرويد 10 وواجهة ريلمي من الجيل الاول. انتوا شنو رايكم اصدقائي بالالترا من ريلمي؟ وهل يستحق لقب الالترا؟ وهل راح يدخل اسواقنا ام لا؟ شاركوني اراكم وتعليقاتكم، واشوفكم بالفيديو الجاي. في امان الله.